وللمزيد ينضم الينا عبر الهاتف دكتور ايمن الشبيني، استاذ الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثيه في مدينه زويل. دكتور ايمن، في البدايه برحب بحضرتك على شاشه اكس نيوز. حينما نتحدث عن قطاع الصحه تحديدا، هناك طفره ملموسه ويمكن ملموسه من المواطنين تحديدا ايضا. دكتور ايمن، لن نتحدث معك عن كل المبادرات الرئاسيه لعلاج الصحه، اريد ان اخصص هذه الفقره لما يتعلق بالتصدي لجائحه كورونا، مدينه الدواء التي تم انشاؤها مؤخرا. بشكل عام دكتور ايمن، كيف تابعت ما تم في قطاع الصحه هذه السنوات؟ أهلا، مساء الخير على حضرتك والمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. في الحقيقة إضافة لكل اللي حضرتك قلتيه، القيادة السياسية بجميع قطاعاتها مدية اهتمامات كثيرة، فقط ليس على مجال الصحة ولكن في قطاعات كثيرة، ولكن طبعا للاحتفال بهذا اليوم العالمي أحب أنوه زي ما أشارك حضرتك مدى الإنجازات اللي تمت في قطاعات كثيرة، بداية من مدينة الدواء ومضاعفة الميزانية للرعاية الصحية، والفكرة في دعم القطاع الصحي من خلال المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، ومحاولة إنتاج لقاح مصري بأيادي مصرية بالتعاون مع شركات عالمية ممثلة في تصريحات معالي وزيرة الصحة في الفترة الراهنة، الإضافة أيضا إلى دعم الباحثين في المجالات والمراكز البحثية والجامعات الحكومية والأهلية بشكل كبير جدا لمحاولة تطوير أكثر من علاج أو لقاح أو أدوات، سواء أجهزة تنفس صناعي أو طرق كشف مبكرة عن فيروس كورونا. صحيح. في الفترة الماضية بصراحة كانت الاستجابة الدولة مع هذه الجائحة استجابة سريعة وفورية. معالي وزير التعليم العالي وفي القطاع البحثي تم توفير تمويل كبير جدا من خلال الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي بشكل كبير لحث الباحثين على إيجاد حلول سريعة، وكان التمويل يمكن أسرع تمويل تم في التاريخ في غضون أيام، إن كانت يعني مش عايز أبالغ وأقول إن الكول أو المبادرة تم طرحها في خلال شهر أو شهرين، وتم التقدم وتم دعم الباحثين بشكل كبير جدا. بالإضافة لذلك برضه أحب أشارك المشاهدين الكرام دعم القيادة السياسية لمشروع الجينوم المصري، وده أكبر مشروع عملاق بينصب في النهايه في مصلحه المواطن من الناحيه الصحيه، لمحاوله ايجاد الجينات المرتبطه بالامراض الوراثيه المختلفه، تم دعمها مباشره بتوجيه رئاسي، بالاضافه لمشروع مفتوح حاليا لسه تم التقديم له في خلال يوم الاحد الماضي على ما اتذكر، كان الديدلاين بتاعه ان هو يتم مشروع انشاء معمل للفيرولوجي، والغرض منه هو الكشف المبكر وأخذ الحيطة وابتكار اللقاحات للفيروسات زي فيروس كورونا. ففي توجه لم نلمسه من قبل بشكل كبير جدا للقطاع البحثي في المجال الصحي، بالإضافة إلى مجال الرعاية الصحية، وفقا للأرقام اللي حضرتك شاركتينا وكل مواطن مصري ملم بيها، وإزاي بيتم تطوير منظومة التأمين الصحي وخلافه. صحيح. فده طبعا توجهات رئاسية وحاجات جميلة جدا بتصب في مصلحة المواطن. طيب دكتور أيمن، عايز أتكلم مع حضرتك في الجزء المتبقي من هذه الجولة فيما يتعلق برضو بالأبحاث. يمكن السيد الرئيس كان له تصريحات يوم افتتاح مدينة الدواء متعلقة بالبلازما وغيره، ممكن تكلمنا أكتر عن هذه التصريحات، وخاصة وأن السيد الرئيس كان يتحدث أن هذا القطاع تحديدا أو هذا جزء من القطاع من الممكن أن نشهد نتائج في غضون عامين؟ ده حقيقي. احنا بصراحة في جميع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمراكز التابعة لوزارة الصحة وخلافه في منظومة متكاملة لدراسة نتائج وأبعاد جائحة كورونا بشكل كبير جدا، وده بنلمسه كل يوم عندما أعلن معالي الوزير لوجود أكثر من لقاح هيتم تجريبه دلوقتي على مستوى البشري في مصر، وإن إزاي هيتم أخذ التصاريح المختلفة لبداية الإجراء الاختبارات على المستوى البشري، بالإضافة أيضا لموضوع مشروع البلازما وتطويره، وإزاي إن إحنا ممكن نكون بصدد إنشاء وإنتاج كمية كبيرة من البلازما التي يمكن أن تكون لها مردود مادي على الدولة. بالإضافة زي ما بقول لحضرتك، يمكن إحنا وكل الزملاء اللي هم في بيشتغلوا في المجال البحثي سواء في القطاع الجامعي أو المراكز البحثية، في دعم بشكل مهول
في الفترة الحالية لكل ما هو متعلق بجائحة كورونا، سواء زي ما قلت لحضرتك طرق كشف سريعة أو تطوير اللقاحات أو خلافه. فطبعا في صدى للدعم الرئاسي والجهات دي كلها في الدولة بشكل كبير جدا في الفترة الحالية، وده احنا بنشكر القيادة السياسية على هذا الدعم ورؤية أهمية البحث العلمي في حل تلك المشاكل في الفترة الحالية. صحيح يا فندم. دكتور أيمن الشبيني أستاذ المايكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.